وقت تحضير الحلقه قلت لنا انه ما حدا بيقدر يكون مثل الاميره هند مع احترامنا اكيد الشديد لنجمات الجيل اليوم قد بتحسي انه في فرق بينهم وبين نجمات الجيل القديم مثل هند قبل لمع آه، ان كان بس بدي اقول كلمه انصاف إن كانت الاميره هند قبل لمع او هالكم نجم اللي كانوا بوقتها اللي كمان اخذوا عملوا اعمال كثيره وامجاد بس لانه اليوم الحلقه متخصصه لكبيره نعم. هند قبل ما عم نحكي آه انا دائما بقول ما اقول اللي امي كانت تقولها طالما حوا بتخلف بده يجي ناس يكملوا الطريق بس ما حدا بياخذ مطرح حدا واكيد اكيد في ناس آه بدها الطريق وفي ناس هن فتحوا لنا الطريق وفي ناس بدها تكمل الطريق واكيد مع احترامي لكل العالم وكل الناس اللي بيحكوا انا كثير بقدر ثلاث ارباع كل الجيل القديم بس ثلاث ارباعهم اللي هو منه دارس تمثيل اللي إيه هو إيه اللي هو فات على التمثيل بالفطره اللي هو عنده موهبه اكيد هنود وكثير ناس وكثير من الكبار من الجيل الكبير اللي صنعوا المجد مجد العصر الذهبي لتلفزيون لبنان اللي بدي ارجع شدد اليوم لبنان تلفزيون لبنان هو اول تلفزيون بالعالم العربي بس بالالوان هن طلعوا بالابيض والاسود واعمالهم التاريخيه بالفصحى انعرضت على كل الشاشات العربيه ما كان ينعرض اي مسلسل ثاني الف تحيه للاميره هند قبل لما ولكل شخص عمل هيدا المجد ولكل العبائرة وإن شاء الله بينعمل حلقات عن الكل ومنحكي عن الكل إن شاء الله أنه قد ما حكينا عنهم قليل بس بدي أقول ما حدا يحاول